فير بلاي. رجعنا لكم من جديد في فير بلاي، مازلنا مواصلين معاكم حتى ماضي 3:30 ونبداو نستقبلوا تليفوناتنا. اول ضيف معنا بالتليفون باش يكون الناطق الرسمي السابق للنادي الافريقي والعضو السابق كمال بن خليل. سي كمال اهلا بك. اهلا وسهلا، مرحبا بك سلام ومرحبا بالساده المستمعين. اهلا وسهلا. دونك سي كمال، هبط تدوينه او زوز تدوينات، خلينا نقول نبداو بالتدوينه الاولى على فيسبوك خاصه باموال المستشفى الجديد القطري للنادي الافريقي. كانت فيه رساله من الاول ظهر لي شديده اللهجه شويه، المحافظ البنك المركزي. لو كان تحكي لنا اكثر شنو صار، شنو المعلومات اللي عندك، شنو كويس وصلوك؟ هي اللهجه الشديده ما كانتش موجهه للمحافظ، كانت موجهه للاطراف التي سعت الى تجميد اموال الصفقه دي. انا بلغتني معلومات وعندي معناتها الحمد لله وفضل ربي بعض الاصدقاء اللي كريديبل وصوتهم معناتها في مواقع باهيه، واحد نحكي انا وياهم على اللي قاعد يحيط بالنادي الافريقي المده ذي والشوشره اللي موجوده والقضيه المرفوعه واللي هي حق معناتها من قام بها حقه باش يتقاضى، ذي ما ينكره حتى حد. نحكيه لزاكوتي، معناتها انا مش مقلقني القضيه ما تقلقنيش، لانه كما قلت لك هذا حق وتو القضاء معناتها في الطور التنافي يعطي يقول معناتها رايه النهائي. اللي قلقني هما لزاكوتي، من بين لزاكوتي اللي صايرين انه سعي البعض استغلال هالفرصه هذه واستغلال الاستقالات الموجوده في صلب الهيئه المديره. استاذ عاودتنا تسمي الاشياء مسمياتها، ما تعاودش منك تقول لي البعض. كي تقول لي البعض شكون بالضبط؟ لا البعض ما نجمش نسمي انا سامي، هما بعض الاطراف التي احتجبت زمن فتح باب الانتخاب. وقت يتحل باب الانتخاب ما لقيناهمش، معناتها ما تقدم حتى حد، وذاي تونس كامله تعرفه. وقت اللي جاء المستشهر وجات الفلوس وجاء العقد الثاني نتاع الماركه الثانيه اللي بخص لي جون، الاطراف هذه ما عندها شاهيه نتاعها تحلت من اول جديد. كيفاش نعملوا؟ او كثما من شيره قضيه قاعده ماشيه في اكمال المسار الانتخابي برا، خلي نكملوا على المستوى الواقعي والمالي، نكملوا نضيقوها عليه هالرئيس هذايا. فكانت الفكره في انهم باش يمشيوا الى تجميد الاموال هذه بتعله انه عبد السلام فاقد للشرعيه وانه ما عادش عنده صفه، والحال انه معناتها غاب عليهم العباد هذوما، انه اغلب الانديه التونسيه معناتها قاعده تمشي بهيئات تصريف اعمال، الترجي الرياضي، النجم الساحلي، النادي الصفاقسي، اخيرا كلهم معناتها هيئات تصريف اعمال، ومعناتها واغلبهم معناتها ناس ما همش منتخبين، ومع ذلك ما نشوفوش المحيط الكبير بتاع الفرق. استاذ هذا استثناء، ما يلزمش يكون قاعده، مش هذا لازم يكون معناتها في جمعياتنا. لا ما فهمتنيش، انا حبيت نقول لك انه ماهوش قاعده، لكن المحيط العام بتاع الفرق هذه ماهيش قاعده تشوش على الجمعيات نتاعها كما قاعد صاير في النادي الافريقي. طيب النادي الافريقي تقول لي قضيه في اتمام المسار الانتخابي نعطيك وذني ونسمعك وهذا حق، لكن انك تمشي باش تجمد الاموال ومانيش نحكي على اللي قاموا بالقضيه راهو هاك ربطها ببعضها انت. لا ما ربطهاش ببعضها، ما وانا وقت اللي نلقى التيران انت اسلام عامل حاجه، لقيت التيران فافورابل نقزت انا، فهمت؟ مش بالضروره، فهمت؟ انا كنت واضح وما قلتش اللي هما ذوما محامين يخدموا على ارواحهم ربي يعاونهم، ما اذا كان اصحاب حق تو القضاء يعطيهم الحق. انا ما ذكرتهمش بالاسم، قلت شق ممن رغبوا في الترشح سابقا، دونك واضح اني من مع، واذا مانيش غالط المحامين هذوما ما ترشحوش سابقا للانتخابات. أنا مصدر من نادي الافريقي ما نحبش نقول اسمه خاطر ما خديش الاذن من عنده باش نقول اسمه، مش على حاجه، قال لي انه المصدر نتاعي ما طلب مني باش ما نذكروش. أي قال لي انه المحامي احمد التونسي واللي معاه هما اللي قاموا بعدها بطلب هذا. معناه لا انا ناكد لك رغم اختلافي مع الاستاذ احمد التونسي، ناكد لك اللي ماهوش احمد التونسي ولا المحامين اللي معاه اللي قاموا بالحكايه هذه، اللي هي تو نكمل لك اللي هي الحمد لله لحد الان ما صارتش. تو نقول لك علاش، لانه انا المعلومه اللي بلغتني انه بدايه الاسبوع هذا ستتم عمليه المطلب، ايداع المطلب في منع اليونسي من التصرف. داكوردو، كي بلغتني المعلومه تعرف ساعاتك اللي في هذا انا نسميه ارهاب ضد النادي الافريقي والسعي لشلل النادي الافريقي، على خاطر مش عبد السلام اللي باش يضر، تعرف في مقاومه الارهاب فما كالعمليات الاستباقيه. انا عملت ستاتيو استباقي في الاخر بالكل، قلت له يا سي مروان اطلب منك ارجو منك لا تنخرط في هذه الحكايه، كان جاوك. الاهل بلغت اللهم فاشهد. كانت ستاتيو ثانيه على 11 تاع الليل، فهمت؟ كانت تحب نقول لك عليها ستاتيو ثانيه. الو اي مساج توصلوا لها ماتر، اما خلينا في الاول قبل كاين فما حتى تلميحات بحدد بين السطور، كي تقولوا صديقك يوسف الشيط حدد منعه هذا كانه معناتها كل تلميحات ولا تلميحات على شنو؟
معناها كلي فما يوسف الشاهد وهذا محافظ البنك المركزي لا تعرضوا لا، كانوا يعرقلوا شوف النادي اللي برشا فات. اطراف حابه تترشح والله. لا، ما محافظ البنك المركزي راني بكل صدق الرساله الاولى كان طلب لي، انا حكيت قلت ها وش صار وها وش صار، وقلت انه تجميد الاموال عمره ما كان في صالح الفريق، بدليل انه رئيس الحكومه السابق يوسف الشاهد كي جمد اموال سليم الرياحي للخلاف السياسي اللي صاير بيناتهم واللي تونس كامله تعرفوا، اللي تضر الاولاني والاخراني هو النادي الافريقي. خاطر كان ترجع انت الكرونولوجي تلقى من تاريخ تجميد الاموال وقتها بدات مشاكل النادي الافريقي المالي. باهي استاذ، الجمله شدت انتباهي، خلينا نكمل بالستاتيو الاولى. قلت تكرهون اليونسي تعتبرونهم من وراء البلايك ومش بلدي اموركم، وانا ناقش مثل هذه العقد المرضيه. الكلام هذا الناس كل كانت تقوله في الخفاء، انت قلته في العلن، شكون تقصد به؟ خاطر هذا الناس كل اللي من يحاربون اليونسي منذ جوان 2018. ما انت ما تعرفش اسلام اللي عيطوا له عبد السلام صبابيط، تعرف هذا خلينا كان نسميه، ما تعرفش اللي يقولوا عليها وجاي من الريف شكونه هذا مش بلدي، الناس كل قاعده تقول فيه. انا قلت لهم عيب، رانا كلنا ولاد 19. عبد السلام اليونسي قال لهم كلمه ما جاوبوش عليها لليوم، قال لهم في تاريخ النادي الافريقي فما حمادي بوسبيع وفما سليم الرياحي وفما انا الثالث اللي صرفت، ما جاوبوش. نرجعوا لهاو صبابيط وهاو يقول كذا وعيب، معناتها الكلام هذا سمعته للي فديت يا نمار، معناتها يزي وعيب عيب الراجل. انا تعرف مليح راهو نقول لك حاجه، انا خرجت واختلفت معاه ويبقى صديقي ونبقى نقول كلمه حق، وقت اللي يغلط نقول راهو غلط، وانت تعرف هذا. وقت اللي غلطت مع الهوند عم ناول ما خليت ما عملت فيه، وعندك كره اليد يحكيوا لك بالبنات بالذكوره شنو كمال بن خليل خلاف وصل مع عبد السلام، لكن انه نجح دو الراجل في حقه في الفلوس اللي صرفها، في انه تعرض تحيا الجلطه في عينه في جره النادي، في انه عائلته ضاعت، في انه ارزاقه ضاعت، هذا عيب. انا هذه صرخه عيب. ثم حاجه اخرى، يزيو من تشليك رئيس النادي بربي يزيو، قال لي كلمه مره عبد السلام قال لي بربي كي ناس تسبني بالحجم هذا يا اخي الهياكل مازالت باش تحترمني، المؤسسات مازالت باش تحترمني، ايش كانوا هذا رئيس الكلوب يا ماش ما جاه هما يسبوا فيه. شوف انت الجمعيات الاخرين ما يسبوش رئيسهم رغم الاختلاف، في النجم يسبوا في شرف الدين بالحجم هذا، ولو ما نحكيش على الترجي ناجح، ولو انه تو موجود شويه في الجمعيات الكل موجود. سمعتني قلت لك بالحجم هذا. يمكن انت بلاكش انت تتبع اكثر الكلوب. النادي الافريقي حتى انت تتبع اسلام، النادي الافريقي نقول لك حاجه سيت اون اكسبسيون في الفوتبول مونديال. انا قاعد نتبع ونشوف لامريك لاتين المهبله اللي فيها، ما ريتش جمهور قاعد يهين في رئيس جمعيته كيما قاعد فاير للنادي الافريقي. كي تختلف هاو حل الباب، هاو قالكم يجاو، هاو صارت انتخابات. هاو صارت انتخابات، هاو ما جا حد. باهي استاذ، التدوينه نتاعك بلغت المحافظ المركزي البنك المركزي وكانه صار اتصال، ما عرفتش ظهر لي غير مباشر ولا انه اي غير مباشر. باش نكون واضح، انا اتصل بيا شخص عزيز جدا وزاد مسؤول سابق في النادي الافريقي ومن المسؤولين الكبار في الزمن الجميل. ما يحبش يذكر اسمه زاد. لا احتراما له، طلب مني باش ما نذكرش اسمه، لكن انسان صادق جدا وانسان انا تشرفت بالعمل معاه وقت اللي كنت صغير في بداياتي كمسير، خدمت معاه وكنت نتلقى منه برشا نصايح. كلمني قريب ل 11 نتاع الليل، على السلامة استاذ صباح لاباس كذا، قال لي راهو نبلغك رسالة حرفية، لا راهو سي مروان راهو كلوبيست وراهو قال لك انا مستحيل الى حد اللحظه ما بلغتنيش اي طلب، وراو كان بلغني طلب راني مستحيل نمشي ضده، وبالنسبه لي انا السيد هذا هو رئيس النادي الافريقي مش انا اللي باش نقرر عنده الشرعيه ولا لا، فما قضاء. كان جاني حكم من القضاء ولا حاجه قضائيه تفيد انه غير شرعي وقتها ننفع لاوامر القضاء ولو قرارات القضاء، ما دام ما جاني شيء بالنسبه لي انا رئيس النادي الافريقي هو عبد السلام اليونسي واتعامل معه بتلك الصفه. علاش واقف؟ علاش واقف؟ فما الفلوس اللي تو ما وصلت استاذ؟ لا مازلت ما وصلتش، عاد ما هو الفيرمون يجي من برا، مازلت ما وصلتش الفلوس. ماني قلت لك انا عملت عمليه استباقيه. هي وصلت، هي وصلت البنك المركزي الفلوس اللي نعرفوها. لا مازلت، لا مازلت ما وصلتش. تو ما وصلتش؟ لا مازلت ما وصلتش، ناكد لك اللي ما وصلتش. وحاجه اخرى بالله نقولها لك وهذه مني لعبد السلام كان يسمع فيا تو كيونفيرماه. راهو الطرف القطري التجاذبات هذه ما تساعدوش. قلت لك انا مره في تصريح اخر الجمعه اللي فات قلت راهو القطريين يعرفوا مليح اللي النادي الافريقي عنده ديون، يعرف اللي عنده مشاكل، لكنه جا بور كونستروير ان بروجي دافنير. يعرف مليح اللي نهار كي باش تخلص ديون النادي والنادي باش يقف على ساقيه راهو باش تشوفوا ايماج اخرى للنادي الافريقي، باش تشوفوا كالفريق العريق، باش تشوفوا كالفريق نشوفه اللي نشوفه كما قلت انت السيدي يقوم، كما قلت انت السيدي يقوم هكا.
هاي فوالا اكزاكتومون اللي برشا ناس يتمسخروا منها ولكن ميسالش معناتها صبرا جميلا غيغا بيان كي غيغا لو ديرني. انا نؤمن بفريقي ونحب فريقي ونعرف اللي فريق النادي الافريقي نهار اللي باش تشوفها مشاكل وتو يشوفوا فريق النادي الافريقي اللي معناتها ينجم يقارع الجميع وينجم يقف مع الجميع. دونك الجانب القطري ما يساعدوش هالتجاذبات هذه ومستاء ومتقلق. احنا يا خويا اي حاجه لصالح النادي الافريقي راهو الفلوس اللي جايه باش نخلصوا بها فابريسون داما وباش نخلصوا بها مارسي وباش نخلصوا بها الملف الفلاني والفلتاني والفلتاني ماناش نخلصوا بها عبد المليون سيرا. هذا يلزم الناس تفهمه. اختلف معايا للصباح لكن ما تمسش النادي الافريقي. واضح. هذا صح. شكرا لك استاذ على تدخلك معنا. ربي يبارك لك. عايزك دونك كان هذا كمان بن خليل حكى على موضوع اللي صاير توا في حول اموال المستشفى القطري للنادي الافريقي. فاصل وبعد باش يكون معنا ايمن دحمان يحكي شنو صار خصوصا البارح في نهايه مقابله الاسبيرونس والسي اس اس مع احباء الترجي وكذلك مردود الكبير اللي قدموا البارح في المقابله.